وخلينا بقى نروح دلوقتي لسالة وزميلتنا العزيزة اللي هتطلعنا على أبرز المقالات والمنشطات في الجرائد والصحف المختلفة. سالة بنصبح عليكي، وأكيد هنصبح كمان على الأستاذ حسام الغرباوي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي في جريدة الجمهورية اللي هيكون ضيفك، وأكيد في منشطات كتيرة النهاردة مهمة معانا، ويمكن من روسيا اليوم كمان بيتحدث تحديدا على الموضوع الأبرز بعنوان لماذا تخلى برشلونة عن ميسي، وهل كان بإمكان الأرجنتيني البقاء حتى لو أراد؟ أعتقد ده السؤال اللي لحد دلوقتي ما عليهوش إجابة واضحة. خلينا نسمع منك يا سالة، تفضلي. صباح الخير، طبعا برحب بيك يا نهاوند، واكيد برحب بيك يا كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل يا نهاوند النهارده هكون معاكم في فقرتنا، فقره الصحافه، ولكن من مقر جريده الجمهوريه. هاخدكم في جوله سريعه، طبعا يعني جوله صحفيه جديده عن كل الاخبار والعناوين في الصحف الرياضيه، واللي بالفعل زي ما انت قلتي يا نهاوند اللي بتتكلم يعني ابرزها بتتكلم عن انتقال طبعا النجم الارجنتيني ليونيل ميسي من برشلونه لنادي باريس سان جيرمان. كمان النهارده هيكون معانا لقاء مهم مع الاستاذ حسام الغرباوي، الاستاذ حسام الغرباوي طبعا الناقد الرياضي والكاتب الصحفي، وهيكلمنا طبعا بشكل اكبر وبالتفاصيل عن كل الاخبار. خليني طبعا في البدايه ابتدي معاكم باول خبر من اليوم السابع. اتحاد الكره يرسل اسماء الانديه المشاركه في بطولات افريقيا للكاف اليوم. والخبر الثاني هيكون من جريدة الرياضية السعودية، شائعة ميسي تحشد الجماهير في المطار. والخبر الثالث هيكون من روسيا اليوم، لماذا تخلى برشلونة عن ميسي، وهل كان بإمكان الأرجنتيني البقاء حتى لو أراد. والخبر الرابع من أخبار اليوم، أبطال الخارقون 7 ميداليات لماكيون و5 لدارسيل، وتاريخيا العرب لهم نصيب. طبعا كل الأخبار دي هنتعرف عليها بشكل أكبر مع الأستاذ الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الأستاذ حسام الغرباوي. طبعا يا أستاذ حسام في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وصباح الخير طبعا في البداية. صباح الخير، وصباح الخير على جميع الزملاء في الاستوديو وجميع محبي ومشاهدي الأهلي إن شاء الله. استاذ حسام، طبعا الاتحاد المصري لكره القدم خلاص يعني ارسل اسماء الانديه اللي هتشارك ان شاء الله الفتره القادمه في بطولات افريقيا للكاف، عايزين نتعرف بالتفاصيل اكتر عن الخبر ده. طبعا النهارده كان اخر يوم لازم يبعتوا الاسماء، وطبعا في المقدمه الاهلي والزمالك طبعا، وده يعني اسعد الناس اللي هم عايزين يشوفوا تاني مباريات مثيره وجميله، وبعد ما الاهلي قدر ان هو يحقق النجمه العشره، وطبعا اكيد هيحاول بكل قوه ان هو يحافظ على العرش بخلاف طبعا غريمه التقليدي في المنافسه. وبعد كده هيبقى عندنا النادي المصري في الكونفدراليه، هيبقى فيه طبعا عايز يثبت وجوده ويحقق ميدالية، إلى جانب بقى طبعا هيبقى في منافسة شرسة على المركز الرابع ما بين الاتحاد وسموحة وبيراميدز، بحيث ان هم ان شاء الله اللي هو اقترب منهم من المربع بإذن الله يضمهم يشاركوا في الكونفدرالية ان شاء الله، ونتمنى لهم جميعا كل التوفيق، ونشاهد مباريات قوية، وده اللي احنا طبعا بنحتاجه بالنسبة للكرة العربية والأفريقية بشكل عام يعني. أكيد طبعا يا استاذ حسام، يمكن الخبر يعني اللي معانا النهارده ويمكن كل الصحف تتكلم عنه، يعني ابرز الصحف بتتكلم عن الخبر ده، وهو يعتبر حديث العالم، انتقال النجم الارجنتيني ليونيل ميسي من برشلونه لباريس سان جيرمان. طبعا بعد ما يعني برشلونه فشلت في المحاوله ان هي تخلي ميسي يكون موجود في صفوف الفريق، عايزين نتعرف من حضرتك بشكل اكبر ايضا عن الخبر ده وراي حضرتك طبعا فيه. طبعا ليونيل ميسي من يعني أسطورة، هو يعتبر من أساطير كرة القدم على مستوى العالم، اللي هو محبوب جدا، ما فيش حد ما يعرفش ميسي، ما فيش حد بيعشق أنه هو يقعد يتفرج عليه بصراحة. ولكن طبعا ميسي من نجوم الشباك الكبار طبعا، فشيء طبيعي أني عشان ينتقل أو يجدد عقده هتبقى مبالغ طائلة جدا، وإحنا طبعا أغلب الفرق حتى الأوروبية سواء برشلونة أسبانيا وأغلب الأندية الموجودة طبعا أرهقوا جدا، خزائنهم أرهقت العوامل السابقة بسبب جائحة كورونا طبعا أثر عليهم بشكل قوي، فطبعا شيء طبيعي النادي عشان يجدد لميسي عقده هيبقى في خسارة رهيبة جدا ممكن لسنوات طويلة جاية، طبعا مش هيقدر لأنه طبعا ممكن يحاول يعوض بعض الشيء، أنه هو يجيب لعيبين
ليهم نفس الكفاءه، ولكن طبعا ميسي احنا كنا عارفين مثلا انه في خلال اسبوع واحد مثلا بيتقاضى ما يقرب من 3 مليون يورو، 138 مليون في العام، فده ارهق الخزينه برشلونه اللي هي طبعا قالوا احنا ميسي تقاضى ما يقرب في 4 عام 555 مليون يورو، فطبعا دي مبالغ رهيبه جدا هترهق الخزينه، حتى لو ميسي طبعا هو مرتبط جدا ببرشلونه طبعا مسيره 17 عام حقق من خلالها ما يقرب من 35 لقب، منهم 6 ألقاب ليه هو كأحسن لاعب على مستوى العالم، وشيء طبيعي ان هيبقوا حريصين على بقائه وانضمامه. هو نفسه حتى كان ابدى يعني اللي هو رغبته الشديده في البقاء بالتنازل ما يقرب على من 50% من مستحقاته، ولكن طبعا المستحقات الباقيه هتبقى صعبه جدا ان هي تنفيذها، وممكن النادي يقعد لسنين طويله جايه مش هيقدر ان هو يقوم، وبالتالي ممكن يعني يتراجع حتى ترتيبه او المنافسات، لان طبعا الفريق هيبقى مش قادر ان هو حتى يضم لاعبين اخرين بنفس القوه، مثلا زو بيبحثوا مثلا او قدروا ان هم عايزين يضم مثلا زي دابايه جارسيا او غيرهم ان هم يقووا بيهم المراكز الفريق، ولكن طبعا هي دي كره القدم وهو ده الاحتراف، ونتمنى له طبعا التوفيق، وكل الناس طبعا بتبقى عاشقه او ميسي كان يستمر في برشلونه، ولكن هي دي كره القدم يعني. يمكن يا استاذ حسام خلاص يعني اولمبياد طوكيو انتهت، وعايزين نتعرف طبعا على حصاد البطوله بشكل عام، وبالاخص طبعا مشاركه العرب في دوره الالعاب. يمكن طبعا العرب حصدوا على يعني 18 ميداليه منهم 6 للبعثه المصريه. طبعا كل التحيه ليهم، طبعا هم بذلوا مجهود كبير في تحقيق طبعا الميداليات اللي تم حصدها، وطبعا هي دي قدراتنا وهي دي الموقف اللي احنا فيه. طبعا هو الموقف صعب لسبب طبعا تاجيل الاولمبياد لمده عام كامل، ده اثر بشكل سلبي لان جميع الفرق قبل من سنوات طويله قبل لغايه لما نيجي 2020 طبعا كان في استعداد قويه جدا ومعسكرات وغيرها وغيرها، وان كان طبعا كورونا اثرت بشكل كبير. طبعا ده ما بنيجي احنا ناجل اي بطوله شيء طبيعي هياثر على المستوى اللعب، لان شيء طبيعي مش هيبقى ان هو رافع حاله الاستعداد للمرحله القصوى، فشيء طبيعي هياثر عليه سلبي، خاصه يعني الامكانيات في الدول تحت الاوروبيه بتبقى مش هيقدر يوفر جميع الامكانيات، خاصه المعسكرات الخارجيه اللي كانت كمان حتى مقفوله. يعني مصر كان عندها استعداد تقيم العديد من المعسكرات الخارجيه، ولكن طبعا كانت دول اوروبا واغلبها مقفول تماما، فشيء طبيعي اثر على الاعداد الجيد. ورغم ذلك تم تحقيق الميداليات. العرب طول عمرهم طبعا بيشاركوا يعني من 1912 هم بيشاركوا في الاولمبياد، قدر ان هي العرب بشكل عام ما يقرب 109 ميداليه منهم 27 ذهب و27 فضه، فطبعا ده بيؤكد ان احنا نقدر نعمل حاجات كتيره قوي، وطبعا على راسهم في الاولمبياد الحاليه اللي خلصت مؤخرا ان مصر قدرت تتقدم العرب بست ميداليات، منهم طبعا ذهبيه الكاراتيه لفريال مع فضيه الخماسي للجندي، وطبعا بالترتيب بقى سواء كيشو في المصارعه برونزيه، هدايه ملاك، عيسى، جيانا فاروق، طبعا قدروا ان هم يسلقوا صدورنا خاصه بعد ما خروج المنتخب الكره، وكان نفسنا ان احنا طبعا هو يحقق ذهبيه، وطبعا بعض الاخطاء شيء طبيعي بيساهم بالسلب في ابعادنا. طبعا كل التحيه طبعا ان لمنتخب اليد ان هو وصل النهارده ان شاء الله، كل التحيه ليه ان هو قدر لاول مره في تاريخ كره القدم والعرب وافريقيا ان يقدر منتخب يد يصل للمربع الذهبي وينافس، كان الخساره كلها بتيجي عباره عن نقطه او نقطتين، فده طبعا كل التحيه ليهم، وان شاء الله باذن الله كل اللي حصل ده هيخلينا ان احنا الاولمبيات القادمه ان شاء الله نشوف نعيد خططنا. والاكثر من كده طبعا نجاح الاولمبيات في اليابان بعد ما كانوا متخوفين جدا، واكثر من كذا من اكثر من مره ان كانوا بيفكروا بالغائها عشان انتشار الجائحه، ولكن نجاحها ونجاحها قبل كده في مصر في كاس العالم هيدي بادره امل على مستوى العالم ان مفيش مشكله طبعا ان هو يتم اقامتها بشكل
اللي بعيدا عن الرعب من جائحه كورونا، وبالتالي ان شاء الله اللي انا هتوقعه هيبقى فيه طبعا تتفتح المعسكرات، طالما المنظومه نجحت يبقى اكيد ان انا اقدر اقيم معسكر بشكل علمي كويس بعيد عن ان احنا يبقى فيه انتقال للكورونا، وبالتالي ان شاء الله الاولمبيات القادمه باذن الله انا شايفها هتبقى اقوى بكتير من اللي احنا فيه اللي هي خلصت ان شاء الله باذن الله، لان ده هيبقى فيه اعداد قوي وكل واحد هيدور طبعا على نقاط الضعف ازاي يعالجها وازاي ان احنا نستثمر فيما بعد ان شاء الله النقاط القويه ونكمل بقوه. وتحياتي لجميع الابطال العرب اللي حققوا الميداليات في الاولمبيات الاخيره. استاذ حسام طبعا الاستاذ الكاتب الصحفي والناقد الرياضي، طبعا بشكر حضرتك جدا. شكرا، شكرا جزيلا. كده طبعا يا كريم والهوند كان لقائنا مع الاستاذ حسام الغرباوي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي من مقر جريده الجمهوريه، والان العوده مره اخرى للاستوديو. كلمه ليكي طبعا يا هوند. شكري ضيفك جدا يا سالا، وبنشكرك واكيد بنشكر كمان هنا على هذه التغطيه الاكثر من رائعه. شكرا لكم.